مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون بصراحة الإخباري، معكم محمد رمزي مهندس وتغطية جديدة من داخل محافظة الدهلية وتحديدا مركز ومدينة الكردي بمحافظة الدهلية. محمد حسين شاب عمره 28 سنة رجع من السعودية يوم 12/6، هو ووالده وتواجدوا قضوا لحد أول يوم عيد الأضحى المبارك، ذبح الذبيحة اللي هيوزعها على الأهل والأقارب والأصدقاء هنا أول أيام العيد. خرج تاني يوم العيد وحتى الآن محدش يعرف عنه أي حاجة نهائي. وجدوا العربية الخاصة بيه موجودة في عزبة البرج بدمياط، وبعدها وجدوا التليفون بتاعه موجود في محافظة الإسكندرية، وغموض على اختفاء الشاب والأسرة تتمنى معرفة أي شيء عن ابنها. ازيكم؟ الله يسلم. ايه اللي حصل ومحمد راح فين؟ محمد كان خارج رايح المصيف، كان خارج رايح المصيف تاني يوم العيد. تاني يوم العيد نزل بأجازة 17 يوم، وقال بس هقعد يومين كده في المصيف، أسبوع خمس أيام وحاج، لأن الجو حر في السعودية قوي، وهروح أقعد يومين واجي. قلت له ماشي مفيش مشكلة، قضى معانا العيد. وتاني يوم العيد فطر ومشي، وقلت له اقعد اتغدى، قال لي لا هتغدى هناك عشان ألحق البحر وانزل البحر شوية. يعني هو خارج منين على أساس ده؟ هو خارج تاني يوم تقريبا امتى؟ بعد الظهر. بعد الظهر. بعد الظهر وعلى كده مش اخته كلمته في الطريق، اخبارك ايه يا محمد؟ قال لها انا في الطريق هنا كويس الحمد لله، انت رايح فين؟ قال لها انا رايح دمياط، رايح دمياط الجديده، هقعد لي هناك يومين في المصيف وحاجه. ده اللي حصل. ده اللي حصل. امتى بقى اكتشفتوا اختفاء محمد؟ اختفاء محمد احنا اكتشفنا ما رنوا علينا ضابط المباحث في بتاع دمياط، اما رن علينا يوم الجمعه وقال احنا لقينا العربيه بتاعته. يعني هو كنتوا في الوقت ده عاملين محضر باختفائه ولا كان ايه؟ لا ما كانش في محضر ولا حاجه، احنا كنا كل تخيلنا ان هو في دمياط. احنا كان كل كلامنا لانه محمد بيمشي عادي ما فيش مشاكل، ما بيرنش، ممكن يقعد يوم واثنين وثلاثه ما يتكلمش، هو في المصيف عادي، واحنا لنا شقه هناك في جمصه، يعني ممكن يبقى في دمياط شويه، ممكن يبقى في جمصه شويه، ما فيش مشاكل يعني ولا قلق ولا حاجه. هو ماشي ومعاه فلوسه ومعاه عربيته ومعاه جوز تليفونات وهدوم وماشي حلو، ماشي ما فيش اي مشاكل خالص، مش كويس يعني. هو نزل وحلو، ما عادش معانا ليومين، يوم الوقفه ويوم العيد، وتاني يوم هو مشي. ما كانش في اي مشكله او لا اي خلافات مع ولا حد؟ اي ولا اي حد، احنا علاقتنا حلوه الحمد لله بالناس كلها، ومن نوع او كان في خلافات مثلا معاكم يعني هنا في البيت او مع اي حد في البيت ما فيش الا انا والده، ما فيش الا انا والده، مع مين هيبقى خلافاته؟ مع مين؟ ما فيش اي خلافات. هو نزل مع والده من السعوديه وانا اللي قاعده في البيت، ما فيش اي حاجه. ده كانوا قاعدين عند اخته وراح قعدوا هناك يوم عند اخته وباتوا هناك، وجايين مزاجهم حلو، اخته جايه معاه وجوز اخته جاي معاه، وكانوا جايين زي الفل، ما كانش في اي حاجه. العربية بقى الأهالي شافوها في عزبة البرج واقفة لمدة كام يوم؟ هو ضابط المباحث رن عليا يوم الجمعة، قال لي العربية، العربية باسم فلانة الفلانية. قلت له قال لي هي العربية باسمي، مكتوبة باسمي. قلت له طيب، قال لي العربية واقفة في عزبة البرج، في عزبة البرج. أيوة احنا لقيناها وخدناها في المرور. قلت له طيب ابني اخباره ايه؟ قال لي مفيش فيها حد. قلت له ده ابني طلع بقى من هنا على اساس ان هو رايح المصيف. ابني اتفضل الصوت يا جماعه لو سمحتوا. قلت له ابني خارج على اساس ان هو رايح المصيف يقعد هناك اسبوع او خمس ايام وعيك. قال لي ما شفناش حد. قال لي ما شفناش حد في العربيه. قلت له طيب، طب الكاميرات؟ ما فيش كاميرات تجيبه، او العربيه عامله حادثه؟ قال لي لا مش عامله حادثه ولا حاجه، العربيه واقفه بس مغبوط، الازاز بتاعها مغبوط وما فيش فيها بطاريه، واحنا شلناها بالونش. قلت له ده طيب، بقى كان بعد كام يوم من اختفاء؟ ده يوم الجمعه، هو مش الاثنين، ده الجمعه، يعني بعد تقريبا اربع او خمس ايام. أيوه. من تغيبه. ايوه ايوه. وقعدنا نرن بقى على التليفون، التليفون شويه ادينا مغلق. ايه بقى قصه التليفون ان هو رجع من اسكندريه؟ معرفش بقى، يعني العربيه في دمياط والتليفون في اسكندريه. قعدنا نرن على كلنا قعدنا نرن على التليفون بتاعه، قلقنا بقى وقعدنا نرن على التليفون، ما فيش حد بيرد علينا. حوالي الساعه 10 ونص كده او 11 التليفون اتفتح، اتفتح بس ما بيردش، يكتب واتس بس. اخته فضلت ورايا، محمد انت فين يا محمد؟ اخبارك ايه؟ انت في حاجه؟ العربيه بتاعتك عطلانه ولا حاجه؟ قعدت تكلمه. انت محتاج فلوس؟ المهم قال لي ايوه محتاج فلوس.
قال لا ايوه محتاج فلوس. طب انت فين؟ قال انا في مشوار وجاي. طب انت حلو؟ ايوه حلو انا كويس ما تقلقش عليا. طب انت عايز فلوس؟ ابعت لك فلوس قد ايه؟ ابعت لك 2000 جنيه. قال لها ماشي. ده كل الكلام ده واتس. المهم قالت له طب انت معاك فودافون كاش؟ انت لسه شاري الخط؟ قال لها لا ما معيش، بس ابعت لك رقم تبعت عليه. قالت له ماشي. هو ما رضاش يعرف هو فين. المهم اما بعت الرقم ده ما كانش محمد زي ما انت ده ما كانش محمد، ما هو ايه بيتكلمه محمد ابني كلامه قليل خالص ما بيتكلمش كتير. تمام. فاحنا كلنا شكينا ان ده مش محمد. ابوها قاعد يقول لها بتقول له ده مش محمد يا بابا. قال لها جري في الكلام وشوفي هيقول لك ايه وخليك وياه وقول له هبعت لك ماشي. المهم طلب 2000 جنيه. قالت له حاضر هبعت لك. ابوها قال لها هبعت له 100 جنيه وقول له طيب بعت لك 1000 جنيه اشغليه بالكلام. المهم قالت له يا محمد انا بعت لك 1000 جنيه. قال لها ده 100 جنيه بس. قالت له يبقى انا غلطت في وانا ببعت، بدل ما ابعت 100 بدل ما ابعت 1000 بعت 100. حاضر هبعت لك تاني. طب انت فين؟ قال لها انا قاعد اهو هستنى. وما رضاش يقول هو فين. انتوا بقى يعني في الوقت ده انتوا بعتوا 100 جنيه بس عشان توصلوا عشان نوصل للمكان اللي في التليفون؟ لا انتوا شكيتوا في شخص. شكينا في شخص ما هوش كلامه ومش راضي يرد. المهم رحنا رنين على الرقم اللي هو بعت عليه الفلوس. الرقم اللي هو بعت عليه الفلوس طلعت واحده في مكتبه وواحد راح لها وقال لها انا عايز الرقم ده يحول عليك 2000 جنيه على الرقم اللي على الرقم بتاعك ده. تمام. المهم راح بعت الرقم اللي احنا نحول عليه الفلوس وبعتنا عليها ال 100 جنيه. فاسراء بنتي اتصلت وكلمتها قالت لها الوقت اللي جايب لك اللي طلب الفلوس دي اخويا، واحنا شاكين ان هو اخويا وده رقم اخويا وعايز اعرف لو هو اخويا ابعت له الفلوس. بس بالله عليك عرفيني هو شكله ايه. قالت لها هو اسمر وطويل. قالت لها بس اخويا مش طويل، اخويا تلتين يعني مش طويل قوي. قالت لها طيب بالله عليك انا هبعت لك الصوره بتاعته، لو هو محمد اخويا هبعت لك الفلوس، ما هوش عرفيني. قالت لها ماشي. راحت بعت لها الصوره على الواتس من على التليفون. المهم لما شافت الست لما شافت الصوره قالت لها لا ما هوش محمد، ما هوش اللي انت بعت له صورته. قالت لها طب انت عندك ناس حد تاني؟ قالت لها ده هم قاعدين اربعه على الكافتيريا. الكافتيريا قدامي اهي، انا مكتبه والكافتيريا قدامي. واحد جالي وقال لها الرقم بتاعك هي الرقم ده يحول عليه 2000 جنيه. قالت لها يعني ما هوش. طب انت فين؟ قالت لها انا في اسكندريه. اسكندريه هي الجديده ولا القديمه؟ قالت لها الاسكندريه الكبيره، لان احنا هنا اسكندريه كده. قالت لها طيب مكانك فين بالظبط؟ المهم وصفت لها العنوان. ابو محمد بعت ناس اصحابه من هناك اتاكد ان العنوان صح والمكتبه موجوده والاربع انفار قاعدين على الكافتيريه. المهم راح بلغ الشرطه هناك وخد الايه وراحوا للشخص اللي هو كلمنا من على التليفون ده. المهم ده تليفون ابني وانت بتكلمني عليه وطالب فلوس وابني ابني فين وانت عملته فيه ايه وما اعرفش ايه. قال لك احنا ما شفناش. ده انا واحد جاني وقال لي انا عايز 2000 جنيه في التليفون ده لو حد يشتري. قال لي ما معيش. قلت له ما معيش الا 800 جنيه. قال لي طيب ماشي هات 800 جنيه وخد التليفون. انما انا ما شفتوش، ما اعرفش الشخص ده هو طلع له صورته من على التليفون. الله ما اعرفه. امال جاب التليفون منين بقى؟ ما اعرفش بقى. هو زي ما تقول واحد لواحد لواحد ما تعرفش يعني. ما تعرفش بقى. ابنك اصلا كان في دمياط والعربيه في دمياط. ايوه. التليفون في اسكندريه. ابني اصلا مش اللي بيع التليفون، مش هو اللي بيع التليفون. ما احنا ما احناش عارفين بقى. هو متثبت عصابه، ما احناش عارفين. هو بقاله كام يوم مختفي دلوقتي؟ هو بقاله 14 يوم النهارده. 14 يوم. 14 كان بره، كان قبل ما يجي من السعوديه كان بقاله قد ايه بره؟ كان بقاله حوالي 3 شهور ونص. 3 شهور ونص. ايوه كان رايح زياره لوالده هناك. كان رايح، هو بيروح وبيجي مفيش مشاكل يعني. ابوه كان عامل له زياره اللي هي السنويه دي وبيروح بيجي، وكان جاي ب 17 يوم مع والده ونازلين يعملوا الضحيه ويعيدوا هنا ويمشوا. ويمشوا هيسافروا تاني. بس حاجة غريبة قوي. كان ذهاب وعودة الاثنين. حاجة غريبة قوي إن ابن حضرتك يعني يخرج يذبح الأضحية ويفرقها ويخرج عشان يتفسح في دمياط، يروح العربية تتواجد لأكثر من 3-4 أيام في عزبة البرج، بتقولي بعدها التليفون تحاولوا تتصلوا بيه وتوصلوا له تلاقوه في اسكندرية، والتليفون التاني جديد خالص اتباع في دمياط لواحد سواق اوبر. ما احناش عارفين. ما احناش متباع في دمياط. ده متباع في دمياط لواحد سواق اوبر. يعني واحد متباع تليفون ما كانش فيه خط ولا حاجه ولا كان عليه نت ولا اي حاجه، هم جابوه من الرقم اللي على العلبه. هات الصوره تاني كده يا مدام الصوره تاني لو سمحت. ما فيش بقى حس ولا اخبار بقى ولا احنا عارفين. كل واحد يجيب لنا بقى ده انا شفته في الحته الفلانيه، ده انا شفته في المكان انتو الفلاني. انتوا طبعا نشرتوا على السوشيال ميديا الصور. اي وعملنا بلاغات من وقت ما نشرتوا الصور على السوشيال ميديا. ايه الرسائل اللي بتجيلكوا بالظبط عن اختفاء ابنك؟ اللي يجي لنا بقى اللي مات يقعد يوصف لي في اللي ميت، اللي يجي يقول لك انا شفته في المكان الفلاني، اللي يجي يقول لك ده انا واحد ما اجر جنبي بقى له اسبوع في بلقاس شبهه بالظبط.
ما فيش كلام طب هو هيأجر ليه؟ كان معاه العربية وكان معاه التليفون وكان معاه الفلوس والله العظيم، وعنده بيته وعنده زوجته وعنده أولاده وكان مسافر وراجع، ما تعرفش يعني واحد هيسيب البيت وهيمشي ليه؟ واحد تاني اتصل عليه وقال لي ايه، انا شفته بيلم كراتين. طب هيلم كراتين ليه؟ في دمياط. طب امتى هيلم كراتين؟ واحنا فقرا ولا احنا محتاجين؟ ولا هو جاي ما معاش فلوس هيلم كراتين ليه؟ يعني الكلام كتير، الكلام كتير. وانتوا بتتعلقوا باي اشياء؟ بنتعلق وبنجري في اي حاجه والله، في اي حته بنجري. يعني انتوا اي رساله تجيلكم بتتحركوا على طول وبتجروا؟ يعني انا قبل ما اجيلكم هنا كنتوا بتقولوا ان انتوا رايحين الشرقيه. فعلا رايحين الشرقيه ليه؟ عشان نطمئن. كل واحد بيجيب لنا احنا شفناه في المكان الفلاني، احنا شفنا ما اعرفش ايه، احنا بنتعلق في اي اشياء. اي حد يقول لنا حاجه بنجري نشوف الكلام بصح ولا لا، بنشوف. والعمالين بابا راح قاعد يوم بليله في دمياط يلف على البحر يشوفه هنا، والله يوم بليله يلف على البحر عشان يشوف هل هو ماشي على البحر، هل هو موجود، هل هو اخباره ايه. مفيش عنه الحس. انتوا عملتوا محضر تقريبا من اول يوم احنا عاملين محضر من اول محضر يوم. تغير من اول يوم عاملين الاجراءات اللي تم اتخاذها. يعني انا لما عرفت منكم ان الشرطه شغاله على قدم وساق بدليل ان تم العثور على التليفون، تم العثور على السياره، ولكن لم يتم العثور على ابنك حتى الان. ما تمش لسه، وجم خدوا طلبوا ابو محمد من حوالي 4 ايام وقالوا له عايزين عربيه 11 راكب لبتوع الاسم ان هم يطلعوا، هو تطلع من الاسم من هنا على دمياط. احنا تقريبا اتوصلنا له، جاب لهم العربيه على اساس انهم يطلعوا. قال لك اوعى تطلع من دمياط واوعى تطلع من الاسم من هنا، وهيطلعوا يشوفوه هناك. احنا تقريبا اتوصلنا، راحوا له التليفون، ماشيين على اساس التليفون. وجدوا التليفون ما وجدوش ابني. لا ما قال لك ما شفتوه. انت النهارده من خلال موقع التلفزيون بصراحه يا امي بتطلبي ايه؟ بطلب ايه طلباتك؟ يجيبوا لي ابني، عايزه اشوف ابني، عايزه اطمئن عليه، عايزه اشوف عايز اشوف، عايز اطمن عليه واعرفه واخبره ايه. عمره ما غاب عني الغيبه دي كلها. ربنا يطمن عليه يا رب، اسمع عنه خير. احنا مستعدين لاي حاجه، لاي فلوس، لاي حاجه يطلبوها مننا هنديها لهم، مفيش مشاكل. يعني لو عصابه واخداه مفيش مشكله، لو اي فلوس، لو اي حاجه، احنا مفيش عندنا اي مشكله ندفع. والله العظيم لو عايزين اي فلوس ندفع ما فيش اي مشكله، بس نهرب. ابني الوحيد ما عنديش الا هو وبترجى من الدنيا. يعني ده والله سند، والله ما بترجى من الدنيا، هو سند وهو ضهر وهو كل اللي ما عنديش الا هو وبنتي. ربنا يطمنك عليه يا امي، وان شاء الله تسمعي خير، وان شاء الله يجيلك بالسلامه يا امي. يا رب يا رب. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون بصراحه، ام مكلومه قلبها بينفطر على اختفاء ابنها. اختفى تقريبا منذ 13 يوم، كان راجع من السعوديه هو ووالده عشان يضحهم ويفرقوا الاضحيه على اصدقائهم وحبايبهم داخل مدينه الكردي بمحافظه الدقهليه، ولكن محمد خرج عشان يروح المصيف يوم او اتنين، اختفى. بعد كام يوم الاهالي بلغت بان عربيه موجوده في عزبه البرج رقمها كذا، جابوا ودوا سالوا عنها في المرور، وصلوا الرقم والدته، العربيه مكتوبه باسم والدته، وصلوا الرقم اتصلوا بيها قالوا لهم العربيه سليمه تماما، ولكن مسروق منها البطاريه ومكسور فيها الازاز الخلفي داخل عزبه البرج. بعدها تم العثور على التليفون بتاع محمد داخل محافظة الإسكندرية مع أحد الأشخاص، وتم القبض عليه بمحافظة الإسكندرية. بعدها تم العثور على التليفون الآخر بمدينة دمياط الجديدة، وحتى الآن لم يعثر الأهل على ابنهم حتى الآن. طبعا مناشدة للجميع. يا مدام الصورة بس تاني بعد إذن. طبعا زوجته في حالة انهيار تام، مش قادرة تتكلم او قادرة تطلع او قادرة تتواصل معانا نهائي. دي طبعا قدامكم صورة محمد حسين، عمره 28 سنة، من مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، مناشدة من اهله لكل من يتعرف عليه في اي مكان يتواصل معهم من خلال موقع وتلفزيون بصراحة الاخباري.
مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، كنت معاكم محمد رمزي مونس، بشكر حضراتكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.